كابتن عادل، خلينا نتفق ان الكابتن بدر والكابتن حلمي برضو مش هيقبلوا توجيه. طبعا ده عضو مجلس اداره كابتن حسين السيد وله احترامه، لكن برضو بدر حامد عنده سياسه ممكن يكون بيطبقها. خليني انا ايه واخد طرف تاني شويه، او الطرف اللي الناحيه التانيه، انا بقول لك بيفكر ازاي، او هيجي يقول لك انا عندي سياسه انا بطبقها في قطاع الناشئين وبختار المدربين اللي انا عايزهم، الى جانب الجزئيه بقى اللي حضرتك قلتها قبل كده ان ولاد عادل مأمور بيهاجمونا على السوشيال ميديا، او ابن عادل مأمور بيهاجمنا اللي هو شادي، اقصد شادي بيهاجمنا على السوشيال ميديا، مع ان قبل كده ما كانش حد يقدر يهاجم في فتره من الفترات اي مسؤول داخل النادي، او لما كان حد بيهاجم كان بيتم استبعاده من سواء بقى في قطاع الناشئين سواء في الاداره او الكلام ده كله. فليه دلوقتي، او ليه ده حصل دلوقتي؟ لانه الايام اللي انت بتتكلم في السابق الكلام دوت ما كانش بيحصل، مفيش حد كان بيجي جنب عادل مأمور. الحمد لله كان الناس كلها بتحترم عادل مأمور وتاريخ عادل مأمور، ما حصلش حاجه دي عشان الناس نهاجم حد، لان احنا اللي تهاجمنا واحنا اللي عايزين يخرجونا بره النادي. وعشان كده اذا شادي قال لك انا بقول الفساد اللي موجود، يعني بيجي ناس غير اكفاء ويمشوا الاكفاء من نادي الزمالك. هو ده اللي المفروض يتعمل. هو الموضوع مش موضوع هجوم، لا هجوم ان انت جيت وقت من الاوقات الراجل دوت كان موجود وعامل نتائج ما حصلتش في القطاع، وتيجي في اخر لحظه تقول له خلاص انت مش هتمسك غير دوت، اذا كان عاجبك ولا ما كانش عاجبك. ما ينفعش، انت كده قعدته في البيت. طيب انت كده قعدته في البيت وخسرته حاجات كتير. طيب هل حصل بقى يعني من ساعه ما حضرتك كده يعني خلاص مشيت خالص من النادي دلوقتي مظبوط؟ يعني انا ما مشيتش خالص. انا اتصل بيا امبارح بعد ما شادي اتكلم في حته الماتش بتاع فاركو الاداء والحاجات دي، جالي تليفون من النائب بتاع بدر حامد ان انا اتحولت من مدير فني لمدرسه الكوره للجنه فنيه. قلت له لا مش هينفع. طب اساله طب ايه اللجنه الفنيه بالظبط؟ احنا ابقى فين؟ فرجع قال لي اصل بيقول مش لسه ما فكرتش. قلت له لا لجنه فنيه ولا كده، شكرا سلام عليكم، واحنا مش هنتهز اكتر من كده. كده كتير. يعني حضرتك اعتذرت بشكل رسمي عن اي منصب دلوقتي داخل نادي الزمالك؟ الا اذا اتحطيت في المكان اللي ليه باسمي. طب ليه واسم عادل مأمور وتاريخ عادل مأمور الكبير اللي موجود في نادي الزمالك وان كل نادي الوايت نايتس جماهير نادي الزمالك اعضاء جمعيه نادي العموميه بتاعت نادي الزمالك الزمالك الوايت نايتس عارف عادل مأمور وكل اللي ما شافش عادل مأمور؟ هو انت اليوتيوب موجود عنده عندي ماتشاتي وكل حاجه موجوده على اليوتيوب. شوف لا عادل هو عادل انت مأمور. هو انت كابتن عادل خلينا نتفق ان تاريخ حضرتك كبير جدا وان في مدربين كتير بتمشي من انديه، لكن وقت ما بيحصل أزمة لنجم كبير بيبقى فيه طبعا ضجة كبيرة، وانت حضرتك نجم كبير ونجم تاريخي ما حدش يختلف على ده. لكن في نفس الوقت ليه حضرتك ما حاولتش برضو تكلم مسؤولين داخل مجلس الإدارة سواء الدكتور حسام المندوه سواء النائب رئيس النادي هشام نصر؟ ليه حضرتك ما حاولتش تتواصل مع حد من المكتب التنفيذي داخل نادي الزمالك؟ انا حاولت اتكلم مع الكابتن حسين لبيب. طيب كويس، ده انت اتكلمت مع رئيس النادي. قابلته وعرفت الميعاد اللي هيجي فيه ورحت، وانا رايح ما بتكلم معاه قلت له يا كابتن حسين انا عايز اتكلم مع حضرتك عشان الحاجات اللي بتحصل دي معايا ما ينفعش. قال لي طب بس انا عندي اجتماع مع من مندوب من البنك المصري وانا هكلمك. هو ما كلمنيش خلاص، مش قدام انت ما كلمتش خلاص، فاضطريت ان انا اكلم الاستاذ ممدوح عبد. ايه بس طب كويس. ها فاتصلت بيه راجل مشهورا يعني ده كان عمدة نادي الزمالك وكلنا كنا نقول له عمدة ان ده راجل مشجع من الدرجه الثالثه كان بيقعد معانا ويسهر معانا ويعمل معانا حاجه كل حاجه كويسه. فاتصلت قلت له اللي على اللي بيحصل، قال لي لا ما ينفعش، ازاي انت رمز من رموز النادي والنادي بتتعامل احسن معامله تتحط في مكان المناسب، انت تثق فيا؟ قلت له طبعا. قال لي خلاص سيب لي الموضوع ده انا هتكلم مع كابتن حسين. خلاص وسكت. بعديها بكام يوم بعديها اتصلت بيه قال لي انا كلمته وقال لي حل خلاص ان شاء الله هيعمل كل حاجه صح اللي ليه وهو هيكلمك. فنيت ان هو الكابتن حسين يكلمني ما كلمنيش، رحت متصل بيه ما ردش عليا.
استنيت بعديها بكام ساعه كده راح متصل بي، يا كابتن عادل؟ قلت له يا كابتن حسين. طبعا قلت له كابتن الاستاذ ممدوح عباس كلمك؟ قال لي اه، بس انت عارف احنا فاضل لنا 20 يوم والموسم ينتهي، بعد عشان ما نعملش حاجه دلوقتي وبعد 20 يوم نعمل حاجه ثانيه. قلت له طب حضرتك انت عارف كل حاجه اللي بيحصل؟ قال لي كل حاجه انا عارفها، وانت كابتن النادي ومن رموز النادي. وهذا الاساس كده، وشكرا يا كابتن حسين وخلاص. وبصيت لقيت الدنيا عماله تتشقلب، كل تتشقلب من 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 ناشئين للجنه لمدرسه للجنه ليه؟ طيب انا اعتقد كابتن عادل يعني ان الفتره اللي فاتت حسين لبيب رئيس النادي كان مشغول بحل ازمه القيد، وكان مشغول بازمه القمه، وبالتالي انت حضرتك بتقول ان هو تواصل مع حضرتك. أيوة. واعتقد ان ما حدش يقبل، لا او انا بقولها لك اهو، لا حسين لبيب ولا اي مسؤول داخل مجلس اداره نادي الزمالك يقبل ان واحد من رموز نادي الزمالك زي ما قال لك كابتن حسين لبيب، ولا اعلام، ولا اعلام يقبل ان حد بحجم حضرتك طبعا ونجوميتك واسمك. تاكيدا لكلامي، تاكيدا لكلامي ان ورا الموضوع دوت حسين السيد احمد سليمان ذات نفسه وحياته على التليفون. ما بقول له، رحت له قلت له احمد سليمان ايه اللي بيحصل ده معايا دوت؟ قال لي انت عايز بعد ما الراجل ما يجي ينزل الملعب وما نتنزلوش الملعب، عايز يسكت لك؟ لا ده احمد سليمان بيسخن الدنيا بس، ما يعني هو بيهزر. كابتن عادل، كابتن عادل انت حضرتك نجم كبير. ايش عرف احمد سليمان بالموضوع دوت؟ ده خلاني رجعت على طول 40 سنه ورا. يعني احمد سليمان هو اللي خلاك، هو اللي قال لي يعني خلى تاخد يعني تاخد بالك من الموضوع ده، يعني انت ما كانش في دماغك الموضوع ده. والله هو اللي قال لي، انا كنت ناسي الموضوع ده مش في دماغي. وبعدين في حد بيشيل لي واحد 42 سنه عشان تيجي تنتقم منه من ولاده؟ مين يقول كده؟ انا بتكلم، انا بقول الكلام ده لجماهير نادي الزمالك والقطر والوايت نايت، جمعيه عموميه لنادي الزمالك. شوف بيحصل ايه في الهرمون نادي الزمالك وكباتن نادي الزمالك. طيب كابتن عادل، كابتن عادل يعني لو حتى موقف ده يعني فردي، وده اللي قاله لك انت بتقول لاحمد سليمان؟ طبعا لا، انا بكلم كل احترامي لمجلس الاداره كله بالكامل، خلينا كله ناس محترمين. وانت حضرتك تواصلت مع كابتن حسين لبيب رئيس النادي، واعتقد ان الموضوع هينتهي خلال الفتره المقبله، لان انت ده مش انت اللي بتقول، ومش ممدوح عباس اللي بيقول، ومش مرتضى منصور اللي بيقول، ومش حسين لبيب اللي بيقول. عادل المأمور هو واحد من رموز نادي الزمالك، ولا يتم السماح طبعا بالمساس بتاريخه وباسمه وبعطائه لنادي الزمالك. النجم الكبير الكابتن عادل مأمور، بشكرك طبعا على توضيحك لأزمة داخل نادي الزمالك، أو أزمة داخل قطاع الناشئين في نادي الزمالك. وما فيش فايدة في أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.